هفكر حضرتك وافكر الاستاذ خالد في احد مؤتمرات الشباب في شرم الشيخ كان العاصمه الاداريه الجديده كان مشروع لسه يعني طور البدايات يعني في م. بدايته وكان هناك هجوم قاسي وضاري على العاصمه الاداريه الجديده تحت عنوان عريض اسمه فقه الاولويات والاولويات والاولويات وغيره وانا مش بقول اسرار بفكرك انت كنت موجود معانا يوميها كان الدكتور مصطفى مدبولي كان وزير اسكان آه، وكان الدكتور اسامه آه، الغزالي حرب كاتب مقالات في الاهرام ضاريه ضد العاصمه الاداريه الجديده. مم. فاكر حضرتك. وبعدين آه، قال لك هنعمل مناظره وانا كنت سعيد جدا بفكره المناظره في الحياه السياسيه المصريه بين وزير موجود وبين كاتب موجود وفعلا يعني نتيجه هذا الراي للدكتور اسامه الغزالي حرب راح يكتب في مصر اليوم الاهرام انا فاكر الكلام وقعد مع الدكتور مصطفى مدبولي كلنا كنا قاعدين بنشوف بقى ايه اللي هيحصل طلع الدكتور مدبولي شرح وعمل آآ آآ برزنتيشن محترم جدا قال فيه كل ما يخص العاصمه الاداريه الجديده من تمويل وعوائد وكذا وتشغيل كل حاجه واكتشفنا انه مش بتكلف موازنه الدوله المباشره حاجه على الاطلاق الدكتور اسامه غزالي حرب قام قال انا مع هذا الامر لو كان لدي كل هذه المعلومات اكيد ما كنتش كتبت هذا الكلام مم. هنا انا هقول حاجتين لا هو كتب الدكتور اسامه في الاهرام وقال ان هو بيتراجع عن رايه ايوه في هو أه... ليه تراجع عن رايه لما أه. شاف العرض السؤال بقى اللي انا مم. بقف معاه هنا وبقول احنا كل مشكلتنا ان احنا عايزين نقول للناس ما لدينا من معلومات لو هو كان عنده المعلومات البرزنتيشن ده كان بتاع بالتاكيد ما كانش كتب الدكتور استاذ مكروح. نشات احنا مش مختلفين انا بقول لك انت محتاج تخش حوار مع الناس تشرح لهم اولوياتك بشكل من وجهه نظرك من وجهه نظرك آه. وقد يكون زي ما قال خالد بيه قد يكون حد تاني عنده فكره نقدر ان تضيف اليه واخد بالك انت ممكن كنت في وقت او في مرحله محتاج تسرع زي ما بقول لك عشان تدي الناس امل فمصر صحيح. ما عندكش وقت بقى كل واحد تتكلم معاه ما كانتش مصر اتحركت خطوتين قدام لكن انت دلوقتي عندك من الاستقرار والتنميه اللي يخليك تدي وقت لهذا الحوار عشان كده يعني انا من وجهه نظري ان ممكن عشان كده جت فكره الحوار الوطني على عكس ما بعض الناس متخيلين بعض الناس بيتعاملوا مع الحوار الوطني وكان الدوله او النظام في لحظه ضعف وهم عايزين يتشرطوا لا يا سيدي الامر مش كده ما هو خلي بالك انت مثلا ما عندكش ضغوط خارجيه امريكا اوريدي بتتحرك من العالم بتشيل ايديها من العالم فما عندكش ضغوط خارجيه وما اعتقدش ان في حد عنده من ال... الجرأة ان يقول ان دي ضغوط خارجية لانها مش ضغوط خارجية خالص. آه ما عندكش لا قدر الله مظاهرات في الشارع او ضغط شعبي ناس نازله الشارع فمحتاج تجيب ناس ومع احترامي برضو لل... لل... للمعارضه او بعض المعارضين اللي بيتشدقوا ان هم يعني بيحركوا في الشارع, الشارع يعني بس. اه يعني ما هم برضه لو الناس نزلت الشارع ما كانش لهم تاثير انت لو تفتكر حضرتك في 2011 ما كانش في حد بيقدر يسيطر على الشارع بشكل كبير، الناس بس بتتكلم في التلفزيونات وبتاع وكلام كبير، فما فيش ولا ضغط خارجي ولا في مظاهرات في الشارع لكن في ممكن من وجهه نظري في مراجعه في وضع افضل فلما نيجي نقول للناس تعال يا سيدي قول او لما يجي النظام يقول للناس تعال يا سيدي قول رايك لازم يبقى في عشان خاطر البلد دي يبقى لازم يبقى في مشاركه ولازم يبقى في مشاركه قويه ومشاركه باراء مش بقى شروط ومش حاجات تعجيزيه ومش تجاوزات غير مقبوله واخد بالك آه زي ما بقول لك يعني انا عايز اشكو في الموضوع ده عشان انا لو اتكلمت في الموضوع لا, ده لا ده عشان عايزينك بالتاكيد لو انا اتكلمت <applause> في الموضوع ده انت تزعل مني لا اصل انت بعض الناس اللي يقول لك مثلا هو الناس النظام بيضع الناس عشان مشكله اقتصاديه طب ما النظام كان يقدر يضع الناس الاقتصاديين بس يعني <applause> يعمل يعني حوار سياسي ليه واخد بالك زي ما بقول لك انت ولا عندك ضغوط خارجيه ولا عندك مظاهرات في الشارع بالعكس طيب خليني الرئيس بيتمتع بثقه الناس ورضا الناس اه الناس عندها مشاكل ممكن في غلاء بعض الاسعار لكن دي مشكله دوليه وممكن تحل لكن انا رايي ان هي في جزء من ان الدنيا اتحسنت فبقى في مساحه ان احنا نتكلم مع بعض بقى في درجه من الدرجات أو غنى الأوان لما وصلنا السياسة، وبعدين الناس لما تتكلم برضو مع احترام لكل الآراء وانا من الناس اللي دايما ما يدين فكرة الحوار ان يبقى في طول الوقت حوار وكده يعني الناس تتكلم والناس تبقى من حقها تتكلم ولكن ما تخليش الدنيا يتاخد عنك انطباع قبل ما تبدأ واخد بالك يعني قبل ما تبدا لازم يا سيدي روح الحوار اكيد من يدعونا للحوار آآ عندهم آآ يعني ما عندهمش هم نفسهم ما عملوش شروط مسبقه عشان انت تعمل شروط مسبقه وبعدين يا سيدي البلد هذا البلد يحتاج ان كل واحد يمد ايده فمد ايدك ويعني في النهايه مش ما فيش يعني خساره ما تحسسنيش ان انت بقى ايه مسيطر على الدنيا كلها وان قدوم سيادتك الى الحوار هو منحه لا يعني عيب عيب البلد لما يبقى في حوار اهلا بالحوار واخد بالك طالما على ارضيه وطنيه واحنا عندنا نموذج بقى انا رايي مش عارف ليه الناس مش واخده باله منه نموذج تنسيقيه شباب الاحزاب كل الاحزاب ممثله بشباب يختلفون على ارضيه وطنيه وانا بشوفهم في في مجلس شيوخ معنا وبشوفهم مجلس النواب بشوف ناس عندهم مساحات بينيه كبيره لكن في النهايه في ارضيه وطنيه واستحيل ما ربنا ما خلقش الناس كلها بوجهه نظر واحده او باتجاه واحد لكن انا بشوف كل الاحزاب ممثله في تنسيقيه شباب الاحزاب وتنسيقيه شباب الاحزاب الناس بينهم مساحات لكن بينهم توافق آه، وطني فاي في حاجة, حاجه على جميل. ارضيه وطنيه آه. تتحل لكن آه، وده نموذج الناس المفروض تبني عليه وانا كنت حتى طلبت إن, ان هذا النموذج يعني ازاي ينتشر في الاحزاب بشكل يعني ازاي الناس الممثلين بتوع الاحزاب في التنسيقيه ينقلوا هذا النموذج لان حتى داخل ما الاحزاب نفسها دا في خلاف انه ينقل